بصل، ناخد البصل ونروح ايه على الوك الجميل دهوت، نديلها معلقتين زيت زبده، الزبده كده اهوت، نقوم ايه حاطينها بالشكل ده. ادي يا باشا الفراخ ديت والبابريكا. شويه بهارات، شويه كزبره خضراء، بصل، عندنا الفراخ هنقوم قطعينها في مكعبات ونقوم حاطينها مع البصلايه، شويه بهارات فراخ، حبه بابريكا كده حلوين، اديله فلفل اصفر، دلعه، اديلها الملح كده، بقت ايه بقت تمام. لان الحشوه ديت زي ما اتفقنا لحاجتين اتنين مع بعض، للبطاطس وللكونو. الله عليك يا استاذ شروق، السلام. لسه هاي لسه كلام جميل. رش على شويه الكزبره الخضراء، طيب البطاطس الصغيره الجميله اللي عندنا المصريه دي بتبقى مسكره جدا، وخصوصا الصغيره، بنجيبها على قد فرم الكب كيك بالظبط زي اللي قدامك دي اهي. دي البطاطس يا استاذ يا جيمي. هات يا ريس. ماشي يا ريس، ماشي. وحطينا، لا انت حبيب والله، وحطينا زيت زيتون عليها وشويه ملح، ودخلناها الفرن، ودخلناها الفرن بفورمه الكب كيك او من غير الفورمه. ليه حطيتها في الفورمه؟ عشان اضمن البطاطسايه تكون على قد الفورمه بالظبط. كلام جميل. طيب بنعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي معلقه حطيناها في ميه كده. بص 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 الحلاوه، ده شغل عالي ده، خلي بالك. ماشي زي ما هي يا باشا كده بالقشره بتاعتها بكل حاجه، ونضغط في الفورمه نفسها. نص كبير اهو، اضغط زي ما هي. كل ما وحاطين فيها زيت زيتون عشان البطاطس ما تلزقش بالظبط اهي كده. وبالمعلقه كده بضغط كده بالمعلقه اهو، حتى بص يا عمو جيمي لو احنا طلعنا دي كده، بص هتلاقيها خدت نفس الشاب بتاع الكب كيك اهي. بص بص فاهم الفكره؟ بس هي دي الفكره، انك بتكبسيها بعد ما تحطيها في الفرن، في الفورمه نفسها. القشره طبعا قشر البطاطس مفيد جدا، مفيش اي مشكله خالص بالمناسبة، يعني مفيد جدا، بس اهم حاجة تكوني غسلة البطاطس دي بفرش الخضار كويس. يلا بينا ناخد عندنا الفراخ. شوف الفراخ شكلها عامل ازاي. ناخد بقى شوية الفراخ كده، كل شوية كده هنا نحطهم. النهايات بقى بنقوم واخدين شوية جبن على البطاطس من فوق، الموتزاريلا اللي جايه يعني هي مبشوره جامد قوي، فايه فبنعمها شويه يعني على البلانشا اهي،
احنا تمام تحت السيطرة. ناخد الباشا ده بقى كده لوز، نقوم حاطينه عندنا لحد ما تبدا اللي هي تاخد الوش بتاعها الجميل ونطلعها. امسك واحده كده حلوه ماشي من النص كده، ونقوم قاسمينها كده ماشي، واعمل لها قاعده من تحت كده يا استاذ جيمي، من تحت من هنا كده عشان ايه تثبت عليها كده اهي كده وكده. وبعد كده بنقوم جايبين عندنا السكينه من جوه من هنا كده، واعمل كده. وبعد كده اقوم واخد العكس ونقوم عاملين كده، طلع عليك كده اهو. وبعد كده العكس نقوم عاملين كده. شوية زعتر من فوق وشوية ملح وشوية زيت زيتون، وعلى الفرن هشوي. مطلعينه كده بصي، نضغط عليه كده بالمعلقه بسيط، نفس الموضوع كده اهوت بالمعلقه كده ومعلقه كده اهو. معلقه صلصه بيتزا نوزع، ظهر المعلقه كده اهوت اتنين، نقوم موزعين. لذيذه وسهله جدا، شويه كزبره وشويه طماطم ماشي الكلام الجميل اهم، عليها كده من فوق وعصير ليمونه طبعا عليها، ده اساسي طبعا. ماشي ونرشه ملح، ناخد بقية الكمية ديت. وبعد كده اهو هقوم واخد عندنا شوية جبن من فوق، عايزة تديها بقى والله أي حشوة أنت عندك، لحمة مفرومة براحت حضرتك خالص، أنا عاملها سادة كده. عيني على الحلاوة، يلا على فين بقى عندي على الفرن لحد ما تبدأ ليها تسيح معايا. تعال نطلع الكونو ده واقول لكم الكونو ده احنا عاملين ازاي وفكرته عاملة ازاي اهو، وانا ما بيكسبش. الفكرة بقى، الفكرة يعني اللي انا عملتها في الفرن، اللي احنا جبنا شبكتين اتنين عكس بعض، يعني جبت شبكه حطيناها تحت الفرن العاديه اهي، الشبكه العاديه او الجريل العاديه صح كده، قمت واخد الثانيه عملتها عكسها. لما جينا دخلنا دي يا جيمي كده عملناها بص اهي عشان تبقى مربعات، ادي واحده اهي عملتها وحطينا واحده عكس الثانيه. ايوه اصبر اهو، حلو كده عملناها ايه بقت مربعات صح. طيب جبنا خبز التورتيلا اهوت قدام حضراتكم، ونقوم عاملينه كده، اقسم الواحد ده على اثنين اهو ادي كده، لا ان شاء الله خلاص تمام. بعد كده بقوم واخد دي كده بصي اهي، ونلف 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 كده هوب، هقوم واصل الحته الاخيره دي هوب، بنقوم من الداخل يا باشا اهي. بص يا استاذ اهي كده يا ابني والله
كده 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 ماشي. وايه اهو، بص بص دي صابع فين وصابع فين كده، ونلف 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 هوب، نيجي على الحته الاخيره دي ونديها غرزه كده بالايه بالخل. عامل كونو كونو كونو، يلا هنا برضو نفس الكلام يا جيمي. بص يا باشا بص كده، خبز التورتيلا جاهز، او عايز تعملي في البيت طبعا اعملي في البيت براحتك. ونيجي على الحته الاخيره ديت يا باشا ونديها كده حته بالايه بالخله. الله عليك اهو، عندك هنا يا باشا اهو، نيجي على الحته الاخيره ديت اهو، بنقوم ايه شكرا مدينها الباشا ده. تعالى بقى نروح عدي على الفرن، عادي عملناهم كده حلو الكلام. اخد الاربعه دول انت تعملي ايه، تعملي كميه ماشي، ونيجي عند الاربعه دول نفتح الفرن ونبدا نحط الحاجات دي فين، في المربعات ديت يا عيني عشان ما تنزلش يا سيدي اهو ماشي. ونايه ونقفل عندنا الفرن بتاعنا. طيب تحشي ايه ده بقى، هيتحشي دلع. ادي الفراخ بتاعتنا اهيت، نقوم حشينا كده ونكبس. بنشيل بقى خلاص دي مش عايزينها، ما هو نشف الخله دي بشيلها من هنا. بص يا جيمي خله اهيت لما ينشف من الفرن خلاص هوب، نقوم شايلين دي يطلع زي ما هو، يبقى ماسك نفسه كده شغل عالي ده خلي بالك ماشي اهو ماشي. فراخ يا باشا كده اهو، قوم حاطينها وضاغطين كده. نضغط هو واخد الاربعه كده ايه كنا بنحط لهم ايس كريم بقى، الاربعه كده على ايدينا، نقوم رايحين واخدين الجبنه بتاعتنا الحلوه حطينا عليها كده من فوق جبنه. الله 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 ماشي ايس كريم اهو. نروح فين بقى، عندي تاني بقى على الفرن لحد ما الجبنه تسيح ونطلعها وناكلها. حط يا باشا هنا اهو اهو، يلا بينا خش جنب اخواتك التانيين لما ينشفوا برضه هيطلعوا، هعمل نفس الحركه اخليهم ياخدوا رطوبه شويه وبعد كده نطلعهم ونبدا اللي احنا ايه نحشيهم ونديهم الجبنه ونطلعهم بالهنا والشفا. يا نهار ابيض بص الحلاوه، بص يا باشا طلع واحدة كمان سلك كده بس الجبنة المساحة ديت هوب، وهم مطلعين بالهنا والشفا بطاطس كب كيكس حاجة محترمة قوي. نسلك الجبنة، الجبنة ساعات بتبقى سايحة كده فبتيجي على حروف، فأنت بتسلكيها الأول وبسكينة كده اهو تقوم شايلين. بص الجمال عامل ازاي، هنا والشفا الله يخليك يا استاذنا. الله بطلع يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم، والكون برضو نفس الكلام هنطلعه بعد ما الجبنه عندنا ساحت يا جيمي اهو. بص يا باشا الكون عامل ازاي، استوى ولا حاجه بتقع ولا بيتفتح ولا اي حاجه، بالهنا والشفا على طول ايه للاولاد.
ماشي الكلام. اطلع بقى جيمي اللي احنا عندنا اللي احنا حطيناه في الفرن التاني اللي هو هنبدأ نحشيه وندخله تاني الفرن اهو بإيديا كده. نقوم شايلين الخلة ونحشيها فراخ وجبنة وندخلها تاني الفرن.